طبعا من الاكلات الشعبيه الجميله في الحسا اللي هو الخبز الحمر. فضلا وليس امرا، لا تنسى الاشتراك في القناه ليصلك كل جديد، واذا اعجبك الفيديو اضغط لايك. الخبز الحساوي بالتمر بالحاضن خلا مقطع، هذا الحاطب اللي يستخدم في التنور. طبعا لن تجد في كوكب الأرض أحد يسوي خبز حمر بالتمر على التنور بالحطب في كوكب الأرض إلا في الحسا. قديما كانت المهنة للأحسائيين، أهل الأحساء هم اللي يمتهنونها، لكن تعرفون مثل الكثير من المهن اندثرت من أهلها فتحولت إلى العمالة الأجنبية. وهذا الخبز الحمر اللي على التمر الحساوي بس حار. هذا كم الواحد بياه الحين؟ دو ريال؟ بريالين. الله، هذا الخبز الحساوي اللذيذ. الحين الحبة بريالين، حبة الخبز بريالين، تتوقعون بكم أول؟ يلا اللي عارف يكتب لنا بكم الحبة. إذا تجي الحسا ولا تاخذ خبز حمر فأنت ما جيت الحسن. وبذلك تكون هذا نصيبنا اليوم من الأحسان، من الخبز الحمر. الموعد مع تراث ثاني.